اكتر حاجه مبسوطه بيها لحد الان ان انا عايشه في بيتي، ملكي، شقه، حاجه مستقره فيها. يعني دي حاجه بالنسبه لي حاجه كويسه، يعني ان انا يعني اتخرجت واشتغلت على طول اول ما خلصت. هو اكتر حاجه مبسوطه انا حققتها في حياتي ان انا طبعا كملت دراستي وكملت في مجال عملي، ان انا خلصت دراستي ولسه هو ببدا حياتي، خلصت الجيش، عملت كذا حاجه بحبها، ان انا سبت شغلي واشتغلت في الحاجه اللي بحبها في مجال التمثيل وصناعه المحتوى. اكتر حاجه مبسوطه حققتها في حياتي ان انا بسافر. مواصفات الشخص الناجح؟ لا، هي بتتوقف على طبيعه الشخص نفسه، يعني ان هو يبقى حاطط لنفسه هدف وبيحاول يحققه. يعني اللي بيعرف يشتغل على نفسه ويطور من نفسه على طول، مش بيستنى ان حد يساعده عشان ينجح. لازم يعرف حتى لو فشل، لازم لما يفشل ياخد من تجربه الفشل بتاعته دي ايه اللي وقع فيه، وفي المرحله اللي بعديها يحاول ما يكررهوش تاني. مفيش حد بينجح غير لما يمشي على خطه هو رسمها في حياته. فيعني مفيش حد بيبقى بدماغه كده بيقول انا هنجح وهو مش ماشي على بلان معينه. ان هو يكون مبسوط او سعيد في حياته او راضي باللي هو فيه على الاقل. ليه هدف معين. شخص بيتكلم كويس. ان هو يكون مركز في شغله جدا ويشتغل عليه، ما يعطلش، يعني يفضل مكمل فيه، ما يوقفش، ما يستسلمش مثلا لنزول صحابه او علاقات او اي حاجه من الحاجات دي. مش بيكسل، عنده جولز كده بيحب يحققها دايما. كم صفه من صفات الشخص الناجح؟ مش عارف، ما اظنش، يعني ما اظنش غير ان هي صفه واحده، ان انا مش حابب ان انا اقلد حد، حابب ان انا اكون يعني شخصيتي العاديه زي ما انا. بصي، انا تقدري تقولي عندي المعفره دي اساسيه، يعني بقع وبقف وباجي اراجع نفسي ايه الغلط اللي انا عملته، بعد كده ما كررتوش تاني في التجربه اللي بعدها. انا ممكن اكون عندي اصرار ان انا انجح، يعني ما عنديش، انا مصمم ان انا انجح، ما عنديش مثلا نسبه ان انا افشل، لا باذن الله انجح. مش عارفه، بس مثلا انا مبسوطه او راضيه بحياتي عادي، واكيد عايزه احقق حاجات كتير، فممكن نعتبرها طموح. ان انا ليا هدف وخلصت، يعني دخلت كليه ومكمله. ممكن انا بحط حاجه في دماغي يعني ما بهداش غير لما بعملها. هو عاده يعني انا مش من نوع الشخص اللي بيفقد الامل، وما بحبش ان انا اعيش في مود الاكتئاب والانكسار وان انا لا ومش هقدر، حتى لو ما قدرتش احقق الهدف نفسه، بس على الاقل انا بحاول الاقي حاجه بديله. هاخد ريست وراجع نفسي الاول، واحاول اشوف يعني ايه اي حد يساندني في حاجه زي كده. هحاول تاني، ما بفشلش، انا هفضل احاول لحد ما انجح. هحاول اجرب تاني وتالت عادي لحد ما يعني لحد ما اعرف احققها، ولو ما اعرفش خلاص لا المفروض اتعلم منه بقى، واللي هو احاول احسن واعمله تاني. يعني احاول مثلا اشوف اي مساعدات، اي حاجه ممكن تساعدني بحيث ان انا اقدر احقق الهدف ده. اكتر هدف نفسي ان شاء الله اوصل له يعني ان انا اكيد ابقى شخص ناجح في حياتي بقى، في اي في المجال اللي انا هستقر عليه. لحد دلوقتي مش عارفه، يعني عايز اتخرج بس خلاص. يعني خلاص تعليمي واشتغل كويس، وفي كذا حاجه برضو بخطط لها، يعني يا رب تنجح. ان انا اكون ممثل، انا بحلم بالتمثيل، بحب التمثيل جدا. يعني انا بشتغل في فندق دلوقتي، نفسي قوي ان انا ابقى مديره في الفندق ده. لاحظت في التقرير ان كل واحد شايف السعادة بمنظور مختلف، كل واحد حقق حاجة معينة شايف هي دي اللي بتبسطه. ما تخليش حد يقلل من نجاحاتك، ما تخليش حد يتفه او يصغر من حجم الحاجة اللي انت بتنبسط بيها او الحاجة اللي انت شايف ان انت حققتها ومبسوط بيها، لان دايما كلنا مختلفين وكلنا احلامنا مختلفة، وكل واحد شايف النجاح بطريقة غير التاني. بعد ما شفنا رأي الناس في الشارع